تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تحديد خدمات متصلة على تطبيقكم بويربوينت. نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخدمات المتصلة. قم بالضغط عليه، وهنا سوف تجد الخدمات المتصلة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.